مشاهدينا الكرام، مشاهدي مصر التعليمية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وكاميرا التعليمية. وفي حلقتنا النهاردة في ضيافتنا وضيافتكم ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ صلاح الأزهري الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك معي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. في حلقتنا النهاردة حديث محبب لكل نفس وكل قلب يشتاق دائما إليه، وهي سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وستتواكب هذه السيرة اليوم بمشيئة الله مع انتصارات وفتوحات وفق ربنا سبحانه وتعالى رسولنا الكريم إليها. وفي حلقتنا النهاردة سنركز على هذه الفتوحات وهذه الانتصارات. أكيد. إحنا يعني بحب أشبه دايما، بسم الله الرحمن الرحيم الأول، بحب أشبه دايما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بالكنز اللي للأسف لغاية دلوقتي لم نستفد منه الاستفادة الكاملة. انتصارات الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرى فتح مكة لو حبينا نختار لها عنوان فيها دروس وفيها عبر وحاجات كتيرة جدا نستفيد منها. لكن أنا بيعجبني جدا جدا في فتح مكة وفي أحداث فتح مكة مدى ذكاء الرسول عليه الصلاة والسلام واستخدام هذا الذكاء في الخير وفي حقن الدماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كقوة ومعاه جيش يقدر بسهولة يهزم قريش ويفتح مكة بالسلاح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه هو يفتح مكة دون إراقة الدماء. وده بيدينا إشارة إلى أي مدى حب الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام وللحب وللوئام بين الناس. ما هوش غاوي يريق الدماء، لا بالعكس. فتح مكة أساسا كان نتيجة جه بعد صلح الحديبية. عشان صلح الحديبية موضوع كبير، باختصار كان في صلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش على وضع الحرب 10 سنين، يعني 10 سنين ما حدش يعمل حرب مع حد. في قبيلة اسمها قبيلة خزاعة، دي كانت في حلف الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تابعه وهم في مكة. وفي قبيلة اسمها قبيلة بنو بكر، دول في حلف قريش، يبقى دول تبع النبي عليه الصلاة والسلام ودول تبع قريش. اللي حصل ان خيانة عهد ونقض للعهد حصلت لما قبيلة بنو بكر اعتدوا على قبيلة خزاعة اللي هي تبع النبي عليه الصلاة والسلام. وكمان قريش أمدت بنو بكر بالسلاح سرا عشان ما يتعرفش، لأنه لو اتعرف كده خلاص المعاهدة انتهت. طبعا قتلوا فيهم ناس كتير وعملوا. بنو خزاعة بعت واحد اسمه عمرو بن سالم للمدينة للرسول عليه الصلاة والسلام يعرفوه: يا رسول الله، قريش نقضت العهد يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: مصرت يا عمرو بن سالم. وجه بعد كده واحد اسمه بديل ابن ورقاء برضو من خزاعة يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ان قريش نقضت العهد. الموقف ايه دلوقتي؟ النبي عليه الصلاة والسلام خلاص بإمكانه، هو كده لم ينقض العهد، نقض العهد جه من مين؟ من قريش. يقدر يقود جيش بمنتهى نقضتوا العهد، تحملوا بقى نتيجة أو عواقب اللي انتوا عملتوه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أعد الخطة لفتح مكة ولكن في سرية كاملة. أول موقف بيعجبني أول النبي عليه الصلاة والسلام إن هو قاري دماغ الخصم، عارف قريش بتفكر إزاي دلوقتي. في شك، النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالموضوع ولا لا؟ في شك لسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عارف أن قريش هتبعت أبو سفيان. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة وقال لهم: لكأني بأبي سفيان يأتي إليكم يريد أن يجدد العهد ويزيد في المدة. قريش هتبعت أبو سفيان دلوقتي يجس النبض، هل يعرف يجس الرسول النبض أم لا، ويتأكد من موقف المعاهدة ويعمل حاجة كده اسمها تجديد في المدة. مش هيجيب سيرة النقض العهد اللي حصل، هيعتبره ما حصلش أو هيتجاهله. احنا نجدد العهد ونجدد المدة، بحيث لو حد لو الخبر وصل النبي عليه الصلاة والسلام بعدها نقول لا ما خلاص ده احنا جددنا المدة، فما ملوش داعي بقى. مكر مكر أكيد، ويمكرون ويمكر. وبالفعل الله. أبو سفيان قريش بعد عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان طبعا أنا مش عايز أعديها، بس قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام قاري دماغ اللي قدامه، فاهم هو بيفكر إزاي. أنا دايما في الخطب والدروس والمحاضرات أحب أطلع من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام دروس يستفيد بها التاجر. لازم يكون قاري دماغ العميل أو الزبون. الأب والأم لازم يكونوا قاريين دماغ ولادهم. قاريين دماغهم ليه؟ عشان يعني يقفشوهم على الغلط؟ لا، علشان يعملوا الصح، يقدروا يبقى في لغه تواصل بين الاب والام وبين ولادهم، استشراف للمستقبل والمواقف اللي ممكن تحدث وقد تجنبها من خلال هذه القراءه. بالظبط. انا مثلا ابني بيحب اللعب وبيحب الكوره، معظم الولاد بيحبوا اللعبه اكيد. انا لو جيت اقول له ذاكر او صلي اكيد كلامي مش هيبقى ممتع بالنسبه له. ولكن يا حبذا لو انا بدات كلامي
بحديث عن الحاجة اللي هو بيحبها، مش أنا قاري دماغه. لازم أستفيد من قرايتي لدماغه دي إن أنا أصل للهدف اللي أنا عايزه. أكلمه عن اللعبة، عن الكورة، شوف الرياضي جسمه سليم إزاي، والرياضي عشان يبقى ناجح لازم يجتهد، كذلك الطالب عشان يبقى ناجح لازم يجتهد، ونعمل وقت كده وقت كده. إذا وصلنا لصيغة تفاهم هي مبنية على أساس إيه؟ إنه قاري قراءة هذا العقل. بالظبط كده، قراءة هذا العقل. النبي عليه الصلاة والسلام بيعجبني في الجزئية دي جدا، إنه قارئ لدماغ الخصم بيفكر إزاي وبيخطط لإيه. أبو سفيان جه أول ما دخل على أم حبيبة اللي هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. هنعدي الموقف بسرعة عشان نلحق. أبو سفيان شاف من بنته استقبال مش كويس عشان في حرب وهو بيعادي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده أبو سفيان راح للمسجد لقى النبي عليه الصلاة والسلام قاعد والصحابة قاعدين، وشوفوا برضو نركز على مدى فطنة وكياسة وذكاء الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان جه على الملأ وقال يا محمد، يا أيها الناس، جئت إليكم لنجدد العهد ونزيد في المدة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام عامل نفسه مش عارف، قال له أأحدثتم شيئا؟ هو في حاجة حصلت؟ قال له معاذ الله، ما فيش حاجة حصلت. قال له إذن لماذا تريد العقد وتزيد في المدة؟ فقال يا محمد إننا نريد أن نؤكد هذا العهد، وصلح الحديبية صلح جيد وأنا لم أحضره، فأريد أن أجدد العهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا سفيان، إنا على العهد، لا نغدر ولا نغير ولا نبدل، زي ما احنا. يعني تحس كده اللي من بعض بس مفيش تصريح، انت عايز تجدد العقد عشان حصل كذا، ولكن احنا زي ما احنا، انتوا نقضتوا العهد وده كله ما بين السطور من تحت، ما حدش بيصرح. يعمل ايه؟ ياي اسلق. راح لسيدنا ابو بكر الصديق وهو عارف مدى حب النبي عليه الصلاه والسلام للصديق، قال له يا ابا بكر، هل لك في عز مالكش، هل تحب تعمل حاجه تذكر في التاريخ بسببها؟ قال له ماذا يا أبا سفيان؟ قال له أن تجير بين الناس، يعني عايزين نجدد العهد وعايزك تجير بين الناس، تجير بين ولكن الناس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفض، عليه الصلاة والسلام، بل أكد إحنا زي ما إحنا بقائه على العهد، على العهد. ولكن أبو سفيان عايز سفيان يعمل عقد جديد ويجدد. نعم. مدة. نعم. فأبو بكر قال له نفس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له إنا على العهد، لا نغير ولا نبدل ولا نغدر. فقام يعني أبو سفيان وراح لسيدنا عمر بن الخطاب. طبعا يعني هنضحك لما يجي سيدنا عمر بن الخطاب في الموضوع. أبو سفيان قال له يا عمر، هل لك في عز الدهر تقوم فتجير بين الناس؟ كلمة تجير بين الناس يعني أنا مثلا ليه مكانة اجتماعية زي أبو سفيان زي عمر زي ناس كبيرة، ويقوم يا قوم لقد أجرت بين الناس فلا يغير أحد على أحد، يعني أنا وضعت الحرب بين الناس احتراما لمكانتي، محدش يحارب حد لغاية ما نقعد ونتفق مع بعض. فعمر سيدنا عمر طبعا قال له يا أبا سفيان، أما وجدت غيري أنا ليفعل ذلك؟ والله لو لم يكن معي إلا الذر، يعني إلا النمل، لحاربتكم به. أنت ده أنا صرح. بتمنى صرح. وقال إني لأدعو الله كل يوم إن كانت هذه المعاهدة متينة أن ينقضها الله. أنت جاي تكلمنا أنا ده أنا نفسي أحاربكم من الصبح. أبو سفيان يروح لمين؟ راح لسيدنا علي بن أبي طالب. يا علي، هل لك في عز الدهر؟ قال له ما أنا بفاعل يا أبا سفيان. قال له يا علي، أهم يعني شوف بقى، أبو سفيان وصل لمرحلة يعني إيه مكانته الاجتماعية عالية بس للأسف وقع، تحس إن هو وقع. قال له يا أبا سفيان، يا علي، يعني مش ممكن ابنك اللي هو الحسن طفل صغير بيحبي. قال له الطفل الصغير ده مش هينفع يجير بين الناس. ففاطمة اللي هي أم الحسن وزوجة سيدنا علي قال يا أبا سفيان، إنه صبي صغير. أنت بتتكلم معنوياته خلاص، يعني نفسه حد يعمل حاجة يوقف عشان يداري على الكارثة اللي هم عملوها. سيدنا علي بن أبي طالب، أبو سفيان قال لسيدنا علي، وشوف الفرق في السن، أبو سفيان معدل 50 وعلي في 30، بيقول له يا علي إنني في كرب شديد، أما لك أن تنصحني نصيحة؟ سيدنا علي قال له إيه؟ قال له يا أبا سفيان، إنني أرى أنه لا مخرج لك إلا أن تقوم أنت فتجير بين الناس، أنت زعيم قريش مكانتك عالية، فتجير بين الناس. فأبو سفيان قال له وهل ينفع؟ قال له لا، مش هينفع برضو ان انت تجير بين الناس، ولكن لا اجد لك غيرها، مالكش حل تاني. فابو سفيان عشان مش لاقي اي حل الا كده وثقوا من مكانته. بالظبط، يعني عطف عليه واكد على مكانته، وان كانت لن تاتي بنتيجه في هذا الامر. فقام ابو سفيان على مرأى ومسمع من الناس في المسجد والنبي عليه الصلاه والسلام موجود، قال ايها الناس، انا ابو سفيان ابن حرب، انا زعيم قريش، قد اجرت بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ نظر إليه وقال له يا أبا سفيان، هذا قولك أنت، أما أنا فلم أقل شيئا، فقل ما شئت. أنت بتقول اللي أنت عايزه، أنا ما قلتش حاجة،
انا ما تاخدنيش في حاجه انت عايزها، لا انا ماليش دعوه، احنا بينا عهد ومتفقين عليه ومستمرين عليه، نقضت انتوا العهد ده موضوع هنشوفه بعدين بقى. هذا السرد يبرر لنا قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة أن من لجأ لبيت أبي سفيان فهو آمن، فهو آمن لمعرفته بنواياه وما كان يرغب فيه قبل هذا الفتح. نعم يعني السرد هذا السرد لهذه القصة يعني الحقيقة عن جهل مني، لا لا هي العفو لأول العفو مرة أسمعها وأكيد كثير من مشاهدينا العفو والله، يعني جزاك الله خيرا. هي السيرة النبوية كنز والله، فيها عدد من الفوائد أنا بتمنى الناس تقولها لأولادها عشان إحنا نتعلم ونعلم أولادنا. أنا بقرأ وأعلم أولادي. طيب أبو سفيان رجع ما عملش حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر السيدة عائشة إنها تجهزه للقتال، لكن ما حدش يعرف هو هيروح يحارب مين، وقال للسيدة عائشة حصل إن قريش نقضت العهد وإحنا هنروح نفتح مكة، لم يستأمن أحد على سره إلا مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. فسيدنا أبو بكر بعد شوية جه لبنته اللي هي السيدة عائشة، شافها بتجهز النبي عليه الصلاة والسلام للحرب وللقتال، قال لها ما الأمر يا عائشة؟ هل يريد بنو الأصفر، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام بيتجهز عشان يحارب الروم؟ قالت له ابتسمت وسكتت مش هتقدر تقول السر. قال لها أو لعله يريد هوازن، يمكن عايز يروح هوازن يقاتل هناك. سكتت وما اتكلمتش، فقام فقد الأمل إن هو، وده طبعا يعني درس إن الإنسان اللي حد يستأمنه على سر، الزوج لما يستأمن زوجته على وجه الخصوص أكيد لازم تحفظ هذا السر. تخيلي بتكلم أبو والدها، ممكن تقول له الصديق، ممكن تقول له بس اوعى تقول لحد، بس لا خلاص قال لها ما تقوليش لحد يبقى خلاص. كل الناس بدات تتساءل، النبي عليه الصلاه والسلام بدا يجهز الجيش ويبعت للقبائل المجاوره يجهزوا الجيوش بتاعتهم وييجوا، كل الناس بتتساءل هو احنا رايحين على فين؟ هل رايحين على مكه ولا على هوازن ولا على الروم؟ رايحين على فين ما نعرفش. كل ده كتمان وسريه للنبي عليه الصلاه والسلام. حاطب، في واحد من الصحابه اسمه حاطب ابن ابي بلتعه، حس ان في الموضوع امر ما، ابو سفيان كان هنا والنبي عليه الصلاه والسلام بيتجهز يبقى هيروح يفتح ايه؟ مكه. حاطب رساله لاهل مكه واداها لواحده ست مسافره لمكه وقال لها خبي الرساله دي ووصلها لابو سفيان، بيعرفهم ان محمد يتجهز لفتح مكه. طبعا دي كارثه، يعني هيهدم كل الخطه. النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي وعرفه ان في امراه في شعرها في رساله مخبيها في شعرها. بسرعة النبي عليه الصلاة والسلام بعت سيدنا علي بن أبي طالب ومعاه واحد من الصحابة تاني يجروا في طريق مكة، لحقوا الست فعلا وقال لها أخرجي ما معك يا امرأة. قالت لهم ما معي شيء. قالوا لها أخرجي ما معك يا امرأة. قالت أقسم بالله ليس معي شيء. شوفي بقى الصحابة مش نايمين، أذكياء برضو. قالوا لها والله ما كذب جبريل وما كذب رسول الله، إن لم تخرجي ما معك لننزعن الثياب. لا مش هو اللي أول ما تحلف لهم يصدقوا وهم سذج فيرجعوا للنبي عليه الصلاه والسلام يقولوا لي يا رسول الله دي حلفت، ينفع يا رسول الله تحلف بالله ونكذبها؟ مش هم كده، ده حرب ولازم يكون هم مصحصحين. بالفعل الست لما شافت بيتكلموا جد خرجت الرساله وجت بالنبي عليه الصلاه والسلام الرساله. سيدنا علي سلم الرساله للنبي عليه الصلاه والسلام فقال لحاطب ما هذا يا حاطب؟ حاطب قال له يا رسول الله والله ما ارتددت عن الاسلام ولا خنت يا رسول الله، وانما لي اولاد واهل في مكه، وفي مكة لكم أقارب، يعني أنتوا مكة وقريش قرايب، لكن أنا ماليش حد، أنا غريب، قعدت في مكة كام سنة وهجرت معاك يا رسول الله، وإني لم أفعل ذلك عن غدر وعن خيانة يا رسول الله. سيدنا عمر طبعا بطبيعته شديد وقوي في الحق، أما طلع السيف وقال له يا رسول الله مرني لأضرب عنق هذا المنافق، لأن دي خيانة عظمى. أنتوا إحنا مركزين، هو الهدف مش عايزين إراقة دماء، ده كان هيسبب إراقة دماء اللي هو ضد هدف النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى عنده الحنكة والكياسة اللي يميز هل هذا الشخص خائن ولا ده خطأ بشري ممكن يحصل. لازم يكون عندنا مرونة. كتير من الآباء والأمهات يقعد يقولوا ابني ده يقصد يعند معايا، الولد ما بيلاقيش لي أي حاجة إلا ويكسر كلامي. لازم نحسن الظن بولادنا، لأن خدي بالك لما ابني يسمع مني الكلام ده هيقول إيه؟ طالما أنا كده كده وحش بالمرة بقى، مامتي وبابايا بيقولوا عليا ما بسمعش الكلام، ما بالمره يلعب بقى مع اصحابه عادي. لكن لما احسن الظن به الموضوع هيختلف. النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا عمر دعه يا عمر لعله شهد ولعل الله قدر فقال اني قد غفرت لكم.
شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيفتكر له موقف جميل انه شهد بدرا، ودي ميزة ان احنا نفتكر الخير للناس ولولادنا، ما احنا بنستفيد من السيرة في كل حاجة. مقصر في المذاكرة، هقول بس ابني ممتاز بيعمل كذا وبيعمل كذا وان شاء الله هيذاكر، افتكر الحاجات الجميلة. علشان في مبدأ طبعا، عشان مش موضوعنا التربية، هقوله بسرعة: ما تمدحه وما تنتقده يزيد، كلما لاحظت الإيجابيات في ابنك ومدحتها زادت، وكلما لاحظت السلبيات في ابنك وانتقدتها زادت. ما تمدحه يزيد وما تنتقده يزيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيذكر له الخير. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام جهز الجيش ومحدش يعرف هو رايح فين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام عمل إشارة ذكية جدا، أمر 8 من الصحابة بقيادة سيدنا علي إن هم يمسحوا الطريق من مكة لهوازن عشان يشوفوا فيه جواسيس ولا لا، أو فيه كمائن ولا لا، يبقى الكل هيستنتج فين؟ هوازن. هو قال لهم امسحوا الطريق لهوازن عشان نشوف، لأن الجيش هيمشي ناحية هوازن. الكل استنتج أخيرا، أصل في تساؤل، كله عايز يعرف، متشوق هيروح فين. ف بالفعل مسحوا الطريق لهوازن واتجه الجيش تحت قيادة النبي عليه الصلاة والسلام. هو نوع من التمويه بالظبط لصحابة رسول الله ولمن يتجسس عليه من مكة. بالظبط، الله ينور عليك، عشان ما حدش يعرف الخبر ويستمر الكتمان. نعم، علشان كده بنقول لازم الواحد استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ليس كل ما يعرف يقال، مش كل حاجة نقولها، في حاجات نقولها وحاجات لا. فبالفعل اتجه الجيش لهوازن، والناس كلها ايقنت ان هو رايح هوازن، وعلى بعد مسافه قليله من هوازن غير الاتجاه فجاه على فين؟ على مكه، وارسل صحابه يمسحوا الطريق عشان اي جواسيس، وبالتالي اصبحت قريش لا يصل اليها اي اخبار. مفيش اي اخبار بتوصل لقريش بعد الان. النبي عليه الصلاه والسلام يعرف حاجات لكن هم لا. في حاجه نسينا نقولها برضو من ضمن الاجراءات اللي النبي عليه الصلاه والسلام عملها وفي قمه الذكاء. حاطب ابن ابي بلتعه بعت رساله لقريش ولكن الموضوع اتلحق. هل ينفع استنى بقى حد تاني ممكن يقع في نفس الغلطة؟ لا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب حصار على المدينة، الدخول ماشي لكن الخروج ممنوع. طب مين يقود هذا الحصار الشديد؟ عمر بن الخطاب، يعني هينفذ الأوامر بقوة، ما حدش هيخرج، اللي يدخل يدخل، لكن علشان ما هو لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، والحديث ده في قمة الإعجاز، لأنه هو معنى كده ان انا ابقى مصحصح ومركز، لو غلطت غلطه في حياتي سواء كان علم، تجاره، سواء كان مشروع، سواء كان اي قرار خدته وهو قرار غير صائب، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. خلاص، واحد بعت رساله، الثانيه ما تتبعتش، ده لو في ثانيه، هو مش هيستنى بقى. بالفعل اتجه النبي عليه الصلاه والسلام الى مكه، وكل ده كتمان للسر. تخيلي قائد ينجح في الوصول بعشر آلاف مقاتل الى بلد العدو من غير ما حد يعرف. أي نجاح وأي ذكاء وأي عبقرية في القيادة النبي عليه الصلاة والسلام، ونشر الجيش على الجبال وقال لهم كل يولع نار بالليل. تخيلي كده بالليل منظر الجبل ضلمة، المفاجأة لها تأثير النفسية كبير على عليهم، اللي هو اللعبة النفسية أو اللعبة على تحطيم الروح المعنوية. وكل ده هدفه إيه؟ مش عايز يرعبهم أو يخوفهم، هو عايز حقن الدماء. ما هو بسهولة جداً كل اللي هو عايزه، ولكن عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إيه رحمة للعالمين. بالفعل قريش لما شافوا المنظر قالوا: ايه ده؟ مين دول؟ ابو سفيان خارج عشان يروح المدينة عشان يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في محاولة تانية، هو مش عارف ان هو النبي عليه الصلاة والسلام اساسا على مشارف مكة، فخرج اتفاجئ ان النبي عليه الصلاة والسلام وصل. كان العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش اسلم لسه، لكن قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام بفترة صغيرة، بوقت قليل جدا، خرج العباس مهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام يسلم، فتفاجئ ان النبي عليه الصلاة والسلام وصل فأسلم، ويعتبر العباسي هو آخر مهاجر، لأن بعد الفتح ما فيش هجرة، هيهاجر منين؟ فالعباس لما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب إلى أبي سفيان وأتني به. العباس خارج ليه أبو طريق، فخد ابو سفيان للنبي عليه الصلاه والسلام، لكن ابو سفيان قال له: يا عباس اني اخاف ان يقتلني محمد. قال له: يا ابا سفيان، ابلغ بك الخوف الى هذه الدرجه؟ بقيت ابو سفيان زعيم قريش بقى يخاف لهذه الدرجه؟ وكان حاضر سيدنا علي بن ابي طالب، وانا بيعجبني اللفتات دي جدا. سيدنا علي بن ابي طالب قال له: يا ابا سفيان، اذا قدمت على النبي عليه الصلاه والسلام فقل له ما قاله اخوه يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. سيدنا علي فاهم نفسيته وشخصيته وعقلية الرسول عليه الصلاة والسلام، هيبقى غضبان عليك وزعلان وعشان انتوا غدرتوا بالعهد وكده.
لو قلت له الآية دي وفكرته بنبي الله يوسف اللي هو أكيد بيحبه وبآية من القرآن، أكيد هيقول لك لا تثريب عليكم اليوم، اللي هي الآية الإيه؟ الآية اللي بعدها على طول. أبو سفيان دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو خايف، فالنبي عليه الصلاة والسلام بمنتهى الغضب قال له: يا أبا سفيان، أغدرتم وجئت إلى المدينة تزعم ألا غدر؟ يعني أنتوا غدرتوا وعملتوا اللي أنتوا عاملينه وجاي المدينة تفهمني إن مفيش غدر وإن الموضوع عادي؟ السؤال بس، هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام رغم إنه عارف الخبر في المدينة ما غضبش على أبو سفيان في المدينة؟ ما هو لو غضب في المدينة أبو سفيان هيعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام عرف، هيتحسس نوايا الرسول عليه يبقى الصلاة والسلام بفتح مكة. لا، هو عمل نفسه مش عارف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام شخص يتحكم في مشاعره، الغضب بيطلعه في الوقت المناسب وما يطلعوش في الوقت المناسب. إذن الغضب أو أي مشاعر أنا القائد ليها، مش هي اللي تقودني. في ناس ساذجة وكلنا ممكن نقع في الخطأ ده، الغضب والعصبية تاخدني فأرتكب خطأ أو حماقة. المفروض إن أنا أكون كيس وتعالى من شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أبا سفيان، غدرتم وجئت إلى المدينة تزعم ألا غدر، جاي عامل نفسك ما فيش حاجة. فأبو سفيان على طول عايز يخلص من الموقف، فرمى الكلمة اللي قالها له مين؟ سيدنا علي: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا، ربنا فضلك علينا، وإن كنا لخاطئين، إحنا أخطأنا. على طول كان ليها مفعول السحر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تسلم؟ فأبو سفيان مندهش. احنا أنا بحب دايما أعيش الموقف يا جماعة. أبو سفيان ده والمشركين دول هم، احنا ناسين بلال حصل فيه إيه، وعمار حصل فيه إيه، وسمية بنت الخياط اللي استشهدت على إيدهم وهم بيعذبوها من كتر الضرب ماتت، وياسر أبو عمار بن ياسر مات، وفي صحابة ماتوا، وفي صحابة تعرضوا لإهانة وتعذيب. ومع ذلك أبو سفيان متوقع إن في انتقام جاي، ده احنا عملنا فيهم عمايل ما تتعملش في حد، ولا راعينا قرابة، ولا راعينا صلة رحم، ولا راعينا أخلاق العرب حتى اللي في الجاهلية اللي هم ما يعرفوش حاجة. ومع ذلك يتفاجئ بالنبي عليه الصلاة والسلام بيقوله بمنتهى البساطة: أما أنا لك أن تسلم؟ ما جاش الوقت بقى إنك، يعني أنا لو أسلمت أنت هتقبلني معاكم أصلاً؟ انتوا ناسيين اللي حصل ده كله؟ فابو سفيان قال له: والله يا محمد ما اوصلك وما اصبرك وما ارحمك، لا يعني انا ما شفتش حد زيك في حلمه وصبره ورحمته. قال له: يا ابا سفيان، لقد حضر من الموقف ما ترى. قال له: فاشهد اني رسول الله. قال له: اما هذه ففي النفس منها شيء، يعني زعيم قريش. ودي برضو فيها رساله، أبو سفيان قدام النبي عليه الصلاة والسلام قائد جيش ولوحده وخايف، ومع ذلك رفض يدخل في الإسلام. إذن الإسلام لا ينتشر بالعنف، يعني أهو مديله الحرية يقول حابب تسلم، وأبو سفيان عشان مستشعر الحرية دي قال له: لا، أما هذه ففي النفس منها شيء. وهم يعني في ساحة حرب، ساحة حرب يعني كل حاجة، في موقف ضعف أبو سفيان، في موقف قوة من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في موقف قوة يستطيع يفعل من خلاله الكثير ويجبره ويأسره ويأسره ويحبسه ويعمل كل حاجه. لكن ومع ذلك أبو سفيان عارف إن في حرية، فقال له: يا محمد، هذه في النفس منها شيء، ولكن أشهد أنك رسول الله، يعني قالها كده من تحت درسه، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده خرج أبو سفيان، فسيدنا العباس اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، زعيم قريش بقى يحب إن احنا نديله حجمه، فأعطيه شيء يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سفيان: من دخل دار أبي سفيان فهو. قال له: يا رسول الله، إن داري لا تتسع لشيء، اللي بره الدار هيروحوا فين؟ قال له: من دخل المسجد فهو آمن. قال له: المسجد برضه مش كل الناس تقدر. قال له: ومن دخل داره فهو آمن. فمشي أبو سفيان وهو حاسس إن هو أنقذ نفسه وأنقذ قريش، لأن 10,000 مقاتل ما كان يطلبه من قبل في المدينة، السلام والإحلاق على رحاب مكة بالظبط. فرجع أبو سفيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس إن هو يحبس أبو سفيان عنده ليلة، مش حبس كده لأ، برضو على عشان الروح المعنوية. النبي عليه الصلاة والسلام عايز أبو سفيان يشوف قوة الجيش، وهم كتيبة ورا كتيبة ورا كتيبة بتمر أمام عين أبو سفيان. فأبو سفيان عمال يشوف الجيوش داخلة، وهو يقول هو الرسول عليه السلام في الكتيبة دي، لا لسه نهار كل ده. فقام قال أبو سفيان للعباس: يا عباس، لقد أصدق ابن أخيك عظيما، ده محمد ابن أخوك وصل لمكانة عالية جدا. قال له: يا أبا سفيان، إنها النبوة، الموضوع مش موضوع ملك، إنها النبوة. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام خلاه يشوف كل هذا العدد الهائل من الجيش،
قائد قريش لما تتحطم روحه المعنوية ويدرك ان مفيش اي منفذ او اي فرصة للهرب، خلاص بالفعل دخل ابو سفيان الى مكة وقال: يا معشر قريش، هذا محمد قد اتى اليكم بما لا قبال لكم به، فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل داره فهو امن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وبالتالي نجح النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. واختصارا عشان وقت المشاهدين، القصة لازم يرجعوا يقروها لأنها قصة عظيمة جدا، وكل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة. انتهى المشهد بهذا الموقف الرائع للرسول عليه الصلاة والسلام، وهم كلهم قدامه في حالة من الذل وفي حالة من انتظار الفرج. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا يا محمد، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم، ونحن في شهر رمضان يجب أن نعفو ونعفو ونعفو، لأن اللي بيعفو هو المستفيد. محدش يقول أصل ما يستاهلش أسامحه. سامحه لأن أنت تستاهل تعيش رايق، ما تعيش بتفكر في اللي مضايقك واللي مزعلك. ما تخليش اللي مزعلك يسكن دماغك زي ما بيقولوا من غير ما يدفع الإيجار. إذن هو ما بيخسرش حاجة. عنوان هذه الواقعة هو الفتح المبين. الفتح المبين، فتحاً مبيناً والرحيم، معنوياً ونفسيا تخطيطيا ونفسيا وأيضا على أرض الواقع حربيا أيضا. صحيح. نعم. صحيح. نعم. أستاذنا الكريم فضيلة الأستاذ صلاح الأزهري، إمام وخطيب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، سعدنا بهذا الاسترسال الرائع لهذه القصة تمهيدا لفتح مكة. تعلمنا منها الكثير، ونرجو أن يسعد مشاهدينا بهذا السرد الرائع لهذه السيرة الطيبة. شكرا جزيلا. أشكرك. شكرا شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي مصر التعليمية، كنا معا وكاميرا التعليمية، شكرا لكم وإلى لقاء آخر بإذن الله.